حياكم الله حبيت المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم بكل حلقة نستضيف نجم واسم مهم رياضي أو ممثل أو فنان، احنا كل رموز الإبداع نشرف بهم في برنامج شو تحب. اليوم ضيفنا نجم رياضي، نجم عراقي، اسم مهم في خارطة الكرة العراقية وكلكم تحبوه، راح نتعرف عليه بعد ما نكمل فقرة بروفايل. فيتفضل رياضينا ونجمنا، تفضل كابتن حبيبي، شلونك؟ مشتاقين؟ خلونا نرحب بنجمنا ورياضينا الجميل سامر سعيد مجبل. نعم، شرفتنا كابتن. الشرف جمهور هسه عرف منو نجم سامر سعيد. حياك حبيبي. الله واهلا ومرحبا بك كابتن حبيبي. تولد يوم شهر سنه 20/8/1983. هذا العمر كله يا رب الاصلي. أيه. وبالجواز بالجواز تختلف، بس الفتره الاخيره اللي العالم قام يتكلم على تزوير وهيك شغلات. انا بالجواز 87 كانوا مزغريني بامر ذاك الزمان، يعني النظام السابق، لانه لعبنا منتخب ناشئين. فاجى امر ان الزغر بالطوني مسكات جابوا لنا هاي الجوازات فبقينا احنا عليها. بقيتوا حتى بالجنسيه ولها 87؟ نعم، لكن الحقيقيه 83. طيب كابتن، برايك هذا الشيء هو يعني بفائده للمنتخب العراقي؟ مثلا تلعبون يا منتخب مثلا اليابان، هم مواليدهم مثلا 87 وجينا نحن 83، يسيطر على هذا الفريق باعتبار البنية الجسمانية. نعم. والخبرة والتدرج. احنا بقتنا يعني اكثر المنتخبات اللي كانت ايضا الزور، بس لكن حتى نوصل بطولات كنا منتخبات الناشئين والشباب يحصلون، بس بالمنتخبات الاولى تختلف عندنا. بس احنا من كانوا يزورون يعني بالشيء المعقول، يعني الاشكال يعني كجسم كبنيه. هسه 4 سنوات. اي يعني كبنيه انا بالنسبه للعمر والشكلي لا اختاره صح. اي صح صح. انت جاي وياك في مسقط راسك بغداد. بغداد نعم. من اين انت بديت؟ انسان عادي. انسان عادي، يعني منين شو وقت بديت بالكرة القدم؟ يعني بديت من الفرق الشعبيه، لانه تعرف يا منطقه انا بحي العامل، والدي لاعب كره قدم الله يرحمه. طبعا اكيد رحمه الله على روحه. الله يرحم والديك. فاحنا عائله رياضيه. صح. نادي الجوي والدك كان؟ اي بالقوه الجويه. بالقوه الجويه. نعم. تمثلت الفرق اغلبها جماهيريه. انا لا، بس باستثناء نادي الشرطه. باستثناء نادي الشرطه. اي نعم. هو جاي يقول اغلبها يعني لعبت للزوراء. الزوراء الطلبه والجويه. اخذت بالزوراء بطوله. صح. بالجويه صعدت نهائي خسرناه. وبالطلبه المركز الثالث. حسن. شخصيه اثرت بها حبيب جعفر. يعني عشقي كان سبب حتى البنيه الجسمانيه والتناسق. هو يعني كانوا يشبهوني بحبيب جعفر. شاءت الصدف انه اني العب نادي الطلبه كاشبال يعني ناشئين وشباب. بعدها صعدت الى الخط الاول، جيت وقفت الصف حبيب، يعني ابو علي انا حلم. صح. حبيب على كاظم واسماء كانوا وقتها كان خالد محمد صبار. خالد محمد صبار مهند محمد علي بهاء كاظم. صح. هاي الجيل يعني الجيل الذهبي. صح. السنه اللي هي اخذوا بها كان بهاء كاظم وقتها جاي من الدفاع الجوي. هو نعم. صح. حتى لاعبين الزوراء زين. عندك معلومات رياضيه؟ رياضي أنا بلغك. أنا ترى لعبت 98، هي الفترة اللي تحكي عليها 98. نعم. أنا سألعب أشبال الطلبة. كان أتذكر أستاذ سلام اللي كان يلعبني. واحد شاب هم قصير كان يدربنا، ولا شاب قصير. أستاذ سلام. يمكن بالشباب محمد رسن أتذكر. محمد رسن صح. بس الأشبال. كان علينا أستاذ وليد خالد ومظفر جمال. كانوا أنا بباسم قاسم أحمد يمكن أتذكر. أي صح. وبس انا يعني مو لاعب يعني كنت اروح اتمرن وها، بس ما يلعبني استاذ سلام بطل. هوايه واحد يطورها. صح. احنا صح. ايضا من بدينا يعني عندنا موهبه بسيطه. لكن كنا نعشق كره القدم. رغم ان والدي كان لاعب، لكن كان يمنعنا ان نتجه للدراسه اكثر شيء. بس احنا كنا مشاكسين الحقيقه. سامال تحيه الى سامال. تحياتي.
سامان يعني كان يعني توأم مالي. أنا أكبر منه بسنة. بس هو مبين أكبر. بس هو مبين أكبر إنه أضخم. بس شو سوى سامان لازم يسوي وراي. يعني أنا هزم المدرسة سامان قال هزم. يعني ثلث ورطة. إيه. كنت أنا هزم يعني الدرس الأخير. كان ست دروس أنا ما لحق يعني على وقت التمرين. لأنه أنا بيتنا بحي العامل ونادي الطلبة على القناة شلون. يعني اركب من بيتنا باب معظم باب معظم الشعب وامشي نص القناه يلا اوصل لل صح تنزل بصله وامشي فكانت معاناه صح فجت فتره والدي قال ما ينطينا فلوس النادي حتى نتجه للدراسه نبقى مركزين بالدراسه فانا مليح يعني قمت انهزم اطلع اشتغل شغله خفيفه طلع الكروه واروح بيها للتمرين تروح للتمرين صادفت لعبه ضد سامال ولعب وياك خشن لعبت طلبه والقوة الجوية سامال وسامح بالقوة الجوية شلون ولعبنا انا ويونس بالطلبه كنا احنا كنا اربعتنا نبات بيت واحد لان يونس كان بالفتره الاخيره يبات يمي بالبيت اي صح الافتحي لابو ذنون وسامح وكل لاعبين يونس والحجيه يعني حجي رياضية احنا عندنا حتى تطلع تشكيلة ثلاثة ولدها يلعبون لعبة منتخب خمسة عندنا احنا نلعب كرة قدم عندنا بعد محمد يلعب ايضا بس اللي برزوا وعلي سعيد حاليا وياي بسامرة اي بس احنا اللي لعبنا منتخب احنا الثلاثة فقالت تبغاك رياضة تعادل ابي قلنا شنو تعادل هم الجوية عشان يعني افضل من عندنا بشي الفترة طلبة بشنا بس انا يونس مهدي كريم ابو حالوك كانوا ويانا لاعبين شباب تحيه لمحمد عبد الزهر ايه فقالت لنا يابا تعادل باكر وعلى كيفكم وانتم قدل السامال وسامح على كيفكم وياهم هذول خطيه كان يونس استوى راجع من الاحتراف يعني نهايه مسيرته الرياضيه لعب لنا الطلبه اكثر اوقات كردين للطلبه بالضبط كرد من الجميل اكثر اوقات يمي بالبيت ثاني يوم لعبنا الله وفقنا غلبنا اثنين اثنين للجويه رجعنا للبيت احنا سواني صاله جوا كبيره اللي هي لان اكثر الاوقات الشباب واللاعبين كلهم يلتقون يمي انا احب اجتماعي صح احب هذا المعشر مال صح الشباب يمي ونلعب دومنا عادي 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 اي فقاعدين هسه يجي الاكل هسه يجي العشاء متين جوا نخلص اللعب صعدت قلت لها مو وين العشاء تجوا قلت لها مو قلت لكم تعادل قلت لها ايوه هسه قالت خذي نفسك اكلي برا يلا ما اكل عود تعادل الاثنين ولا صاب سامح وسامال احنا بتنزل بعدين خسروا هم قضيه خسروا الف تحيه للوالده الله يحفظها ان شاء الله ويخليها لكم ان شاء الله اهم منجز بمسيرتك اسياد الدوحه فرزت به هي سامر سعيد انعرف من خلالها هي هاي الفتره العمر 2006 هي كانت 2006 كان ظروف جدا صعبه صراحة قصتي ويا منتخب الأولمبي يعني قصة عجيبة. شلون؟ لأنه أنا رحت مع المنتخب الأولمبي كلاعب إنه بس للمعسكر وأرجع. فشاءت الصدف إنه دخلنا للأردن كان استبعاد يعني على أسماء الحدود. فاسماء علي رجعوه على ما أدري شنو رجعوه. موضوع طائفي. طائفي. يعني هاي السفارة الأردنية. بالحدود الحدود ها الحدود الاردنيه الحدود الاردنيه ما يدخل هذا اللي اسمه علي بالاستخبارات يجون علينا ادري هو علي مال ابو واحد هو مال المهم بعد هاي العقد اي كانت بوقتها ب 2006 الظروف جدا تعبانه فرجعوا اربع لاعبين بوقتها من ضمنهم علي عباس وعلي عبد الزهره فوين دخلنا احنا بقينا 19 لاعب يعني انا صرت جوكر عندهم بعد وين بعد ماكو حل تحياتنا ايضا الكابتن يحيى علوان. الله يستحيي. اي انا من بغداد هو كابتن يحيى قال لي راح نروح معسكر بس انت احتمال لا تروح البطوله. خلها. اي فجينا من كان يلعب اساسي؟ كان يلعب اساسي حيدر صباح تحياتي له. لاعب الزهراء. حاليا مساعد وياي. حيدر صباح. حاليا مدرب نادي سامراء. مدرب نادي سامراء. ومساعد مالتك حيدر صباح. حيدر كريم وحيدر صباح ومدرب لياقه امير ابن الكابتن علي عبد القادر الحكم الدولي. صح. مدرب حراس عندنا كابتن مؤيد. فحيدر كان يلعب وطني واولمبي نفس السنه يعني يروح للوطني يلعب فسفر وهيجي لعبنا لعبه وديه ويا الفيصلي بالاردن. فيصل الاردني. اي يمكن دقيقه 70 حيدر تعور صار عنده جهد لانه سفر وجاي من المنتخب بطوله. حيدر كنا نلعب انا بنفس المكان شبه يمين. نزلوني.
بعد ربع ساعة أردث بيت بعدني بحيلي مطارد صارت سويتها صنعت شارع إيه صنعت لي جول انتهت اللعبة 1-0 غلبناهم صنعت أنا الجول وراء بثلاث أيام يمكن سجل علي منصور أها علي منصور هو اثنيناتنا لعبنا هو سجل وأنا صنعت الهيام طيب علي منصور شو عجب دخل وهو اسمع علي منصور ما أعرف شكله ما يساعد على دخله هي عندهم يعني جاية أسماء تشابه إيه إيه خبن حيدر دخل إيه صح دخلوا حيدر. على عبد الزهرة رجعوه إيه المهم الورا بثلاث أيام أيضا لعبنا مع الفيصل اللعبة الثانية فلعبت أساسي إيه لعبت أساسي لأنه حيدر قول ثاني وهم كنت ممتاز في المباراة إيه فاستمرينا إحنا القطر البطولة مال أسياد الدوحة اللي هي تقريبا 23 لاعب رحنا دخلنا اسياد الدوحة كانت هي استوى بانين بقطر هي المجمع الكبير اللي هي سموه بس اسياد الدوحة هسه سووها مستشفى فتحوا لنا الباب احنا اول فريق وصل من كل الفرق فتحوا لنا الباب الحرس والله العظيم لحد الان اتذكرها فتحوا لنا الباب وطبينا بس احنا بالقريه قالوا هاي البنايه تابعه للمنتخب العراقي حزون هنا نكبيها يعني كل اثنين بغرفة فبدأت تصفيات سوريا ونلعب هاي ثلاث فرق بالبداية وبعدين يلا دخلنا البطولة والله وفقنا بالبطولة من الصدف اللي صارت بهاي البطولة انه احنا لعبنا ويا الصين خسرنا المباراة الأولى فصارت وضعيتنا صعبة فتحياتنا للأستاذ حسين سعيد أبو عمر فبعدها مباراتنا ويا عمان ويا عمان كان غالب نفسهم نفس هذا المنتخب اللي شاركوا بيه أولمبي مشترك وطني نفسه غالب المنتخب الوطني مالتنا بكأس الخليج 4 صاحب وقتها اللاعب اللي الأسمر كوني سجل كوني اي غالب 4 أحمد كانو أحمد كانو اي أحمد كانو العفو وعماد الحوسني وبدر هذا جاسم اللاعب غالبين 4 وجايين نفس المنتخب أولمبي فكابتن حسين سعيد قال لهم اقطعوا لهم تذكرة مال رجوع لأنه إحنا خسرانين أول لعبة نخسر نطلع ما تفيد بعد قال لهم حتى تنتهي هاللعبات يرجعون جينا غلبناهم غلبنا عمان سوينا ضجة وراها ويا من تلعب ويا ماليزيا ماليزيا يعني صار عندنا ثلاث نقاط إحنا لازم تغلب ماليزيا من 4 أهداف وفوق يلا تضمن الشوط الأول إحنا 1-0 مضيعين جزاي ونص ضيع كان بس يونس يلعب ويانا من المنتخب الوطني من المنتخبين نعم. لكم حق ثلاث لاعبين ثلاث لاعبين بس جايبيننا بس يونس حدر صباح كان عمره هو يعني موجود فالمهم غلبنا 5 بوقتها ما ادري لو 5 لو 4 فبنهايه اللعبه احنا صعدنا عجب يعني قالوا لنا اوكي صعدت لانه هناك تعادلوا صعدنا اجينا ويا من ويا كوريا ويا اوزبكستان 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 اي دور الثمانيه سعيد قال لهم هالمره اقطع تذاكر بعد ما بيها أوزبكستان فريق ليش يجتمع عند ثقة فريق إحنا فريق كله شباب وجابونا يعني كل واحد قاعد بس إني يقول لكم هيك جزء ما إحنا ما ندري بعدين إحنا يلا درينا بعد ها حلو إيه بعدين يلا عرفنا مو جاي يقول إذا بيكم يهبط يقطعكم إيه جينا غلبناهم بالإضافي غلبنا الأوزبكستان وصلنا للنصف نهائي النصف نهائي اللي هو كوريا اللي أنا سجلت بيها سجلت بيها كلة يونس زمك هيك هاي يونس انفرد يعني انفرد يونس وراوغ الحارس واحنا بعدنا تقريبا من نص الملعب شيء سبحان الله جاني فشي قال لي راح يضيع بس المدافع اللي كان يركض ويا يونس عبالك واحد استنسخه صار بالهدف بسرعه صار بالهدف يعني يونس لعب الكره الجول فارق جتي طخت برجل المدافع وطلعت انا جيت بسرعه جيت بعد نتفت أنا والحارس والمدافع مالتهم قلت هي لو نقولها هم تفلش الحمد لله فعلا هي خطرة فعلا الحمد لله سجلت هدف بس هي كانت بوقتها تتهسترت فريق مضغوط ووضعية العراق يعني جدا كانت تعبانة من ناحية الطائفية والأمور وفريقنا كله كان السفرة كلها هاي احنا بتراكسود واحد تراكسود واحد رايحين يعني شق واحد خيطوه وأني كنت كاتب على الدريس كلمة وبكتها قالوا بعد مين لبست الدريس قالوا حايرين مين نجيب الدريس والله العظيم كنت كاتب على الرقم فشي عبارة بعد قالوا شلون لازم روح راح يونس جاب لنا دريس غير هذا الدريس اللي لعبنا به ويا عمان
فالمهم الله وفقنا وصعدنا نهائي الحمد لله. خسرت خسرنا مباراتنا ويا قطر يعني اتوقع هي بوقتها كانت يعني مؤامره لانه مؤامره منين بلغونا بملعب ورحنا للملعب حولوا الملعب وحاربوا جمهورنا وصار ضغط علينا ويا بهاي المباراه لانه كان يعني محاربه حتى من قبل الحكام اتوقع لانه قبلها طردوا حرموا يونس مباراتنا ويا كوريا نجم المنتخب ونجم المنتخب يعني كان يونس لو موجود دافع يعني دافع المنتخب قائد ولاعب كبير ابو دنبال فهو الانذار مو يونس انا كنت ارد العب الفاول فجاء انذار يونس فاهم هي عندي يعني حتى القارات صح يعني بس هي كانت يعني ايضا فرحه وصلت النهائي بهذا الفريق الشبابي ايضا انجاز يعني كاول بطوله هذا الفريق الشبابي فمن رجعنا بعدها اللي صار عندنا اسماء وطلعنا احتراف يعني انا بعدها طلعت احتراف الليبي وبقيت 2010 انا احتراف يعني الجمهور الليبي جمهور متعصب ازيد من العراقي ايه شلون تقدر تلعب امام هذا الجمهور 88000 متفرج و90000 80000 متفرج احنا جمهورنا جمهور الاهلي طرابلس الليبي من اعظم الجماهير اختاروهم صدى الملاعب من افضل جمهور عربي وقت التصويت صار هو جاب المركز الاول بس هم يعشقون الشخص العراقي صح احنا لهذا السبب توفقنا لانه هم حبونا كل بلدان العربيه تحيه كبيره تحيه لهم بس هم عندهم يعني العراقي شيء حتى بالمحلات بالفتره اللي كنا موجودين بيها والله وفقنا قاموا ما يخلون العراقي يشتغل ويتعب اها والله العظيم حلو حلو اغلب المدرسين والاساتذه كانوا يروحون يدرسون بليبيا يوم بحياتك لن تنسى وفاه والدي الف رحمه على روح والدك ان شاء الله والخلف ما مات بكم البركه انت وسامر وسامح وعلي يوم وفاه والدي يعني كان كنا انا وسامر مباراه العراق وسوريا وديه كنا بسوريا فبعد المباراه احنا تعادلنا يمكن بيها وديه هي فكملنا مباراه اتصلنا بي هو كان يعني متابعنا واحنا استونا بدينا بالانظار وب 2008 هو توفى يعني استونا يعني احتراف وقاعد يشوف خيرنا انا بالليل حكيت له انا وسامان قال لي زينين شفت باللعبه وشوف شفت اللعبه وقاعد ينصح بينا فسبحان الله يعني للصبح انا ما نايم احنا كنا بسوريا نريد نسافر من سوريا للصين عندنا ايضا بطوله هي مباراة كانت كان علينا الكابتن عدنان حمد تحياتي فالصبح هاني ما نايم فاخر شيء مختنق قلت خلنا اروح للسيدة زينة سلام الله عليه فرحت ازور ويا علي رحامه اخذت علي رحامه وياي بالغرفة تحياتي لعلي فاخذته وطلعت قال لي ايش بيك والله قاعد احكي له هيك بس اريد يطلع الصبح هسه فنمت من تقريبا الأربعة ونص نمت للسبعة هيجي وراها بس قاعد تريك صارت بالتسعة خبرت على أبويا قاعد أيش عندي إحساس خبرت على أبوها هو قل لي أرد راجع عندي مال شغلة التقاعد والرواتب وهاي أرد أخذهن قلت له عوفة من نرجع لبغداد أنا أخذك وبالعرف نقدر نسهل أمور لا تروح وهاي فخبرت جاوبني مو أبوي منو انت؟ قال لي سامر قلت له منو انت؟ انا جت لحظة انه مخطوف او شيء هيك بوقتها فارد احكي بعد ما قدرت ويا علي رحمه قاعد اصيح انا قاعد علي رحمه من النوم فقال لي ابوك هنا انا ام التقاعد تخربط ما قال لي توفى قال لي تخربط فرجعت خبرت على امي امي نايمه ما تدري انه يعني هو تخربط او ما يتوفى قلت له ابوي وين؟ قالت ابوك طالع انا لحد الان مصدق انه فرجعت خابرته قال لي نقله للمستشفى شويه براسه ضربه هيك بابا قلت له احكي لي من انت قال انا الشرطي لباب التقاعد المهم صار صياح وهاي عياط قمت اعيط لانه عرفت اني تسترت اجى نشأت اخذ التليفون من عندي حكى بوقتها ويا الشرطي الشرطي قال لي ابوه توفى اي رحمه الله على روحه فبقتها من هو هذا اليوم ما يروح من بالي رجعنا احنا يعني صارت بثلاثة الظهر يعني كل ساعة نريد نطلع انا سامال وما يخلون الولد ابقوا تروحون بالطيارة لا تروحون كانت الطيارة كل اسبوع مو يعني يومي رحلة بعد ما قدرنا نتحمل خبرت امي دريت يعني صارت هوسة بالبيت عندي هو بس انا وسامال وسامح كان صغير والباقيين اخوتي كلهم صغار
رحنا من هناك اجرنا من يم السيده زينب اجرنا سياره صغيره جيمسي. لقينا واحد استوى واصل اخذناه ورجعنا رجعنا لبغداد اللي هو جاي قال بعد ما اقدر اسوق انا استقيت نص الطريق لحد بيتنا لانه خطيه وجاي تعب ما يقدر حيونه حمر من التعب اي منتهي اجيت انا اسوق وابكي سامان قاعد يمي بالصدر والسائق نايم اللي ورا خلينا لحد ما وصلنا تقريبا 11 بالليل البيت ما لحقنا على دفنة والدي انا راجعين من النجف وهاي سنة الحياة والحمد لله الله خلف ما مات بكم البركة كابتن والله العظيم انتم بكم البركة وخير ما خلف اخلاقكم وتربيتكم والولد الصالح اللي يدعو لوالده ويقدم له اشياء ويساعد الناس هاي خير ها واحد لك رحم الله والديك كلش كافي الله يخليك هاي الفقرة خاصة مام رافايل هسه فقرة شتحب لكن بعد الفاصل اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل ورحب بنجمنا سامر سعيد عندنا فقره هسه شو تحب تختار ظرف من هاي الظروف باسئله سهله وصعبه يا ظرف حسب اختيارك بالنص بالنص المتوسطه زينه والله مو كلش صعبه ارتديت ارقام 17 ورقم 8 شو تحب اكثر رقم ارتديته وجلب لك الحظ 17 بالاحتراف رقم لي تحسين هذا بالاحتراف ارتديته ايه وبالمنتخب والنادي كنت ارتدي رقم 8 حلو فاشترك المباراه رغم انه خسرت 1-0 خسرنا 1-0 وكان قاعد قبلها تعادلتوا قبلها تعادلنا ويا الزوراء قبلها تعادلنا ويا نفط الوسط وغلبنا القاسم يعني بدأت الفريق يتحسن صح بعد وجود يعني بعض الأسماء اللي رجعناهم مثل نور صبري سيف سلمان أيضا رجعته أحمد عياد أيضا لاعب القوة الجوية ورجعته بالقوة الجوية لون الخضر مو نعم ألف تحياتنا لهم فذول الأسماء من رجعناهم ذول أطوا ثقة وأطوا دافع للاعبين الشباب قاموا يتعلمون وياهم خاصة أنه هم يسكنون مع بعض يعني اللاعبين حتى من ناحيه التغذيه من ناحيه التمارين الاضافيه اللي اشتغلوها لا يستفادون من خبرات هاي اللاعبين اكيد فقلت لك انه نور رجع اعطى اضافه قويه للفريق اعطى شكل وهيبه للفريق لكن رغم انه عنده وزن لكن بالاستمراريه التمارين راح يرجع أكيد نور مستواه الاول وانا متوقع انه نور يرجع وراح يقدم بعد 3 سنوات الى 4 يا رب يا رب يا رب لعبت في الدوري الليبي والدوري القطري شو تحب بيناتهم الدوري الليبي نيه جمهوره هاي اي اكيد هسه لو جتك فرصه لاعب وتترك التدريب ايش راح تختار الانديه العراقيه اي هسه يجيك نادي عراقي مدرب او لاعب يقول ترك التدريب بس ولاعب بهذا الوقت انا ما ارجع لاعب مدرب ابقى لانه اختلفت الجماهير اختلف صح. الكلام على اللاعب صح والاعلام فصعب طيب لو موجود الاعلام ب 2007 كان اخذوا مواسم الجيل 2007 اللي انتم من ضمنهم احنا كان اعلام وعندنا مشاكل اكثر من هذا الوقت بس كان ماكو سوشيال ميديا بس كان ماكو وكانت اللي اللاعبين اللي ويانا اللي اكبر من عندنا عمرا كانوا لاعبين يعني يحافظون علينا يعاملونا كلتنا كاصدقاء وكاخوه انه اكثر الوقت احنا كنا طياره خاصه وتروح ترجع احنا اقل ترانزيت عندنا 8 ساعات صح واكثر وقت كنا نبقى اقل شيء عندنا 25 يوم الى شهر كابتن شو تحب تشجع يا نادي عراقي انا مو اشجع انه احب اميل اليه اي تميل إليه. لا هو يعني ولادتي وبدايتي كلها بالطلبه ها الطلبه تحب الطلبه لعبت مع فئات عمريه مختلفه شو تحب اكثر فريق عشت فيه وتعلقت فيه ايضا هو الطلبه هو الطلبه انا بدايتي كلها شو تحب من مدربين الدربوك اكثر مدرب كل المدربين اللي اشتغلت وياهم هم صاحبين فضل علي حلو هذا العرف وهم طوروا من سامر سعيد في الاحتراف ولا بداخل العراق لكن تبقى انه مدرب ترتاح له مدرب تحب تتعامل وياه كثير من المدربين هم مثل الله يرحمه ناظم شاكر كان تربطنا به علاقه عائليه طبعا واعتبره بمثابه والدي راضي شنيشي ليوب ديشو يحيى علوان وبالاضافه له مدربين هم بفئات العمريه ايضا صاحبين فضل علي شو تحب اغلى هدف عندك بالنادي بالمنتخب بالمنتخب
هو هدفي على كوريا. هدفك على كوريا باعتبار مباراة مفصلية. مفصلية وفريقنا كان يعني بوضع جدا صعب. كنت مع أصدقائك تذهب لزيارات وتنشرون دائما وش تحب من الشعائر الدينية؟ يعني هو هذا النهج إحنا تعلمنا عليه وإحنا صغار أهلنا وأوائلنا. فإحنا إيماننا بالله وأهل البيت يعني مستمر هذا الشيء. احنا من نروح ننشر موضوع الدين ومباريات كرة القدم مرات هم تقرون آيات او مثلا تؤمن بعلق شد بيدك او هاي التفاصيل شوف لاعبين يشدون عليه. شوف احنا جت فترة من الفترات صار كلام بالمنتخب فترة اللي هي 2006 و2007 كلام يعني طائفي احنا نقول عليه. لكن احنا كلاعبين بيناتنا هذا الأمور كان مستحيل تصير، وخاصة إن جت فترة تكلموا على يونس محمود بأنه يونس طائفي ويونس يدعم وهيك صار كلام. مظنون يا ما فرح العراق كله. إيه فكنا متعمدين إحنا من نروح وننشر ونفتح بث مباشر من داخل الإمام. كان هو أكثر الأوقات أنا كنت أخذ يونس. لهم هالبيت مال واحد. وبالضبط إحنا هو إحنا عندنا عقيدة بهم وإيماننا بهم. هم وسيلة عند رب العالمين. وأغلب اللي معاشرون يقولون طيب القلب يعني ما عنده هاي العقد الطائفية والهاي. يعني أصدقائنا أغلبهم أصدقائنا. وجدت فترة بين جامع بكركوك. فطلعت عليه دعاية وراها فترة قلت له يونس اكسرها. قال لي شو أسوي؟ قلت له تبرع بالجائزة مالتك. كنا ما نقدر نرجع للعراق. صح أخذ مال هداف الدوري. مال هداف الدوري القطري. قلت له تبرع قسم من عندها السيدة زينب. إيه سلام الله. وإيه. ما كذي برد يروح سوريا نتمنى نقش مرة عليه. حلوة جواب. قال لي معود هذا البرازيلي هو هداف وياي. كان كريمرسون. كريمرسوني ماريان. إيه هو ياهم بنفس الفريق. هو بالغرافة. اثنيناتهم نفس الأهداف وبقت مباراة واحدة. قلت له تتبرع بيها تقول قلت له بس لا تورطني راح أخلي الحجية تنذر. قال لي ها هي. هي 100,000. إيه 100,000 10 تفاهات. إيه 100 جائزة. سبحان الله كمل التمرين قالوا خلصت اللعبه يونس قوى اخذ هداف. خبرته ها يونس قال لك هذا هو صنع لي الهدف البرازيلي. قلت له هسه قال لي من نستلمها نروح. يونس ينسى. يا يونس 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 اخر شيء رحنا سوريا. اي رحنا سوريا بوقتها تبرع للسيد. تحياتنا لسوران علي شريف. الف تحيه للمخرج المخرج الممثل الكبير. بوقتها هناك قلنا له سوران نشتري خرفان. إيه. قال لي شكو. قلت له اريد نوزع هناك كان هناك هواي عراقيين. إيه. خاصة يم السيدة واشترينا يمكن بنكات واشترينا سجاد. تبرع يونس محمود للسيدة زينب سلام الله عليها. تبرع بس مو بكل المبلغ. اي بجزء من المبلغ حتى احنا نساوي انه ما تجامع. إيه. وراها رجعنا سوينا هنا اللي هي كانت بوقتها صادفت محرم. سويت انا ببيتي اللي هو موكب عده طبخ. هو كان متواجد ايضا اشترك ويانا بالموقع. لا يونس ما عنده هاي العقد. ايه. يونس العالم العراقي بعد خطفناه احنا بعد من نطيح. حلو هذا الشيء. الافتتاح لابو ذنون وكل نجومنا نفخر بهم حقيقه. شو تحب تقول مسؤولين من اجل النهوض بالرياضه العراقيه بشكل عام؟ والله يعني هو خاصه بالفتره اللي جتي انه بدت انه اشتراك يونس محمود من ضمن الاتحاد. كابتن عدنان درجال وزير شباب رياضه ورئيس الاتحاد. كابتن غانم عربي دخل محمد بالرياضه ناصر محمد ناصر هواي اسماء من الرياضيين بداوا يدخلون انه بدت المسار الصحيح ياخذ استحقاقه. بدا الرياضي يتجه للرياضه ويقدر يشتغل ويقدر يطي ويقدر يعرف الاسباب الاخفاق بالفتره اللي راحت. شنو سبب تعليقات مرات اقراها ردك عليهم؟ هذا طبعا مو كلام لكن تعليقات انه يونس محمود يحب سامر وسامال يفرض سامر او مثلا هو سبب انه سامر حال المدرب سامر هيك. شنو هاي السبب هاي الاعلام اللي يقوله؟ وايد دعايات طلعت حتى انه يونس ماخذ اختي على اساس. لا انا يونس تربطنا علاقه بي. هو اكو هذا الموضوع حقيقي؟ لا لا ماكو والله انا هالمعلومه اتوقع انه انت خال ذنون ابن لا 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 اصلا بالعكس شرفني ان يكون يونس منك. يعني نسيبك نسيبي.
لكن انا قبل ما العب يعني اسوي اسمام الزوجه لا لا عندكم؟ لا والله حتى انا شوف حتى عليه ماشي الموضوع يعني ايه. فقلت لك هو يعني شافوا علاقتي بيونس علاقه قويه بالاحتراف انا وياه كنا نسوي سفراتنا طباتنا طلعاتنا يجي يمي بالبيت انا اروح يمه للدبس يعني هسه مرات ترى عائلة يونس يخابروني يونس وين يا بقى قلت لهم عده تليفون خابروه قالوا ما يجاوب يونس لو نايم لو شيء فابو يونس وين قلت لعمو يونس نايم وعنده اخ شفت عنده اخر شيء انت خابات بسام بسام يونس يونس انت لابس دريس يونس اي فتربطنا انا علاقه من 2002 لانه اول ما صعدت انا نادي الطلبه اجى يونس للطلبه صح من كركوك فبقينا انا وياه علاقه اول سفره سافرنا نادي الطلبه انا ويونس بنفس الغرفه اتذكر اول هدف يونس على سوريا مال المنتخب المنتخب اول هدف محمود قاور الثاني اول هدف له بالنادي على كركوك سجله اها على فريق اي على سجله الف تحيه لابو ذنون ويستاهل التحايه ونجومنا اللي نفخر بكم انا صراحه اشوف كل الرياضيين اللي كنا وياهم هم اخواني واصدقائي يعني تصور ما كنا نقول لفلان انت مين ماكو ما عندنا هاي الاشياء لحد ما بطلت كره يعني من المنتخب يلا عرفت نشأت اكرم ابن عمي يعني نفس العشيره عيساويين عيساويين من النجف عيساويين من النجف يعني رحنا انا وسامال فاتحه صادفت رحنا لقينا نشأته واخوته قلت له ايش عندك هو يقول لي ايش عندك طب بابا الشيخ مالتنا قال لك هذا الشيخ مالتي يعني الشيخ نفس العشيره عيساويين الشيخ يبا عين قال لي شنو صار لكم ايش قلت له ابو سامح ما يعرف من يا عشيره قلت له والله ما نحكي ولا نقول له تمين يا عشيره والله العظيم وهذا سبب كان نجاحنا انه احنا عراقيين وخلص هو هذا الشيء الحلو والله العظيم قبل ما حد يعرف حتى الجيران ما حد يعرف هذا بالقران ما كنا نفكر ان فلان شيعي او سني او ما عندنا عراقيين كنا تحت رايه الله اكبر بالضبط هوار كردي وعايش ويانا عماد عماد محمد من كربلاء وفلان من الرمادي وكلتنا عايشين خالد محمد صبار نمثل منتخب وطني سعد ناصر صح ما عدنا التفرقة صح وما عدنا وهذا الشيء الحلو والحمد لله والشكر وبطلنا وبقينا متواصلين وأي واحد يحتاج الثاني بالتليفون نتواصل ونحل أي مشكلة صحيح صحيح فقرة شي تحب خلصت هسه شي تحب يا فقرة الروح هسه عندنا فقرة شي رأيك لكن بعد الفاصل هسه فقره شنو رايك كابتن راح نستعرض لك صور نعم وانت تضطر ايها خشوف المعد ايش قال لنا العالم العراقي وبعد العالم العراقي اي صدق والله كلتنا نروح لفدون ان شاء الله سالم وغانم فييرا فييرا كابتن فييرا طبعا من اهم الانجازات اللي سواها اللي هي كاس اسيا تحسه محظوظ سال خرزه ومحظوظ طيب مع العلم لابس خريطه العراق الله إيه؟ الله كان ألف تحية للمدرب الإمام السستاني سماحة السيد الإمام السستاني قلتنا تحت ظله نظام السابق يعني مرحلة راحت مرحلة سيئة طبعا الصدف اليوم احنا كنا نراجع شغلاتنا لما فترة أدي اللي سجلنا بيها احنا بعض اللاعبين كنا منتخب ناشئين وانسجلنا ايضا بالرضوانيه والفدائيين يعني حتى مو فقط الاول كانوا يسجنون حتى لا لا احنا لولاك الاول كانوا يسجنهم بسبب يعني الخسارات بس احنا بصادفه منتخبنا ما رحنا انتخابات اللجنه الاولمبيه اي تقريبا احنا 8 لاعبين انا وسامال وسعد عطيه واحمد كوبي وبعض اللاعبين لاعب الزوراء سعد عطيه واحمد كوبي ايه واحمد عبد العلي وعلي كانوا معكم بالفريق نعم نعم كان انا بالمنتخب الوطني فاحنا تقريبا 8 لاعبين كنا ما رايحين للانتخابات اول احنا كنا نايمين ما رحنا للانتخابات وبعدها دزوا كتاب يعني انتخابات غير ديمقراطيه اي دزوا يروح يسجنون دزوا علينا اللجنه الاولمبيه رحنا من اللجنه الاولمبيه طلعنا سووا لكم سجن بس سجن اي احنا ما كتلونا بس كانوا لانه صغار صغار زيان صفر وكانوا يعذبون حمايه اللي يعاقبهم يرجعهم يجيبهم يمنا يعاقبوهم الكتل والعقوبات ف
فاحنا بقينا تقريبا بالثلاثين يوم اوف بالسجن، يعني من ضمنها 15 يوم برمضان صادفت. بحيث طلعنا لقينا والدتي متهستره، الله يساعدكم صغاري، اللي ذكر بيها بوكته أدي صدر حسين فاروق الخطيب المطرب. فاروق الخطيب جيراننا. فوالدي قايل له ما قاعد اقدر اوصل له شلون. فاروق كان يعني يروح حفلات وهيك شيء يمه، من ضمن حفله من الحفلات قايل له اكو لاعبين هيك، قال لي ايش هذول بعدهم؟ طلع ناسيكم الباي الانتين منطينا مفتوح، قال لي هسه احنا بالسجن لو ما قايل. وبعدها من الصبح جو طلعونا. موقف يحسب الفنان فاروق الخطيب. تحياتنا له ابو بسمان. أمم آسيا، أي آسيا، والكابتن يونس محمود، جاسم غلام. جاسم يعني هذا من أهم من هذا اللاعب كأنه قلم مو قلم؟ لا هذا علي عباس. علي عباس أبو اللي تحترى باستراليا. نعم أي بس يشبه قلم هنا. تحياتنا لمحمد علي. لا أنا قلم ماكو محمد علي. يدري بي يدري بي أسياد الدوحة كان وأني كنت وياهم بالبطولة ورجعت ثالث لعبة. سبب؟ ما نضاف اسمي. ها انحسبت على الانجاز ده، وما انحسبت هو انحسبت على الانجاز بس بالمكافآت ماكو. ها يمشي الخضر. محمد ناصر التحية إلى سعد عطيه مو حيدر عبد الرزاق. حيدر عبد الرزاق وبعد ابو ذنون وهذا تشونغ يونغ مو. الاحتلال، كلمة الاحتلال هاي الفترة احنا كنا يعني تقريبا اطلقتنا بالاحتراف. احنا وعوائلنا هاني يعني العراق بصورة عامة الله شفانا شرهم خلصنا منهم. خلصت هالفقرة، هسه عندنا فقرة تنجح وربح لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل هسه فقرة انجح وربح. كابتن سامر، هاي الفقرة راح أسألك بها أسئلة عدة، كل سؤال تجاوب عليه أعطيك حرف من اسم شخصية معروفة ونجم عراقي. نعم. فنبدأ بأول سؤال. السؤال الأول، شيء يتم تجميده إذا تم تسخينه أو يتجمد إذا تم تسخينه. شيء إذا يتجمد؟ شيء يتجمد إذا تم تسخينه، يعني فشي خليه بمي وعن نار شنو هو؟ يتجمد بعد ما يكون هو مي. الصبح مرات يقول لك ببروتين أكلوه هيجي. حليب؟ الحليب لا. يتجمد يخلوه بالمي يفور الحليب. ايش؟ كيف تجي اقول لك في بروتين؟ اي شنو؟ البيض. البيض؟ ايه. اي شي جمده؟ شنو شي جمده؟ البيض السلق. اي يعني متسلقها. ايه شيء مو قاعد افتهم. ها هي الله العبر. ايه. السؤال الثاني، حجر من الجنه يعيش معنا في الارض فما هو؟ حجر في واقعه كبيره وتخاصم كبار قريش في مكه وإجا رسول الله انطاهم الحل. حجر. حجر الأسود. الحجر الأسود هاي إجابة صحيحة. قال لهم رسول الله جيبوا رداء، رداء أخطاهم إياه وخلوا حجر وكل رئيس قوم يلزم في الطرف وخلوا بمكانه. فهو كان صغير السن صلوات الله عليه وعلى آل بيته انطاهم الحل. فأنا قررت لك إياها. حرف عندك ناقص هسه. إيه. أستاذ حاء. حاء. مرض يطلق عليه اسم الموت الأسود كان يصير عندنا بسابق الأزمان، يعني يصير عندنا وتهاجر يعني الناس إلى البرية من هذا المرض. سوينا كليان يعني حصبك. لا بعد. جدري؟ لا بعد. قديم هو مو؟ ايه. ألف لام طاء بألف لام طاء. سرطان؟ وين السرطان الجاب على الألف طاء؟ لا الطا طاعون. طاعوني دلك كابتن حطك بعد حرف شلون هم قول مو الصراحه تكمل بس هذا ناقص حرف عندي مو اي عندك فرق حرف
أول حرف ما عندك. ميم. هسا عندك حاء ميمو. بيكاسو رسام مشهور ما هي جنسيته؟ منو؟ شو شجعتي أنا دي عالمي؟ ريال. ريال هو إسباني. إسباني. زين قاعد سهل. حرف الدال هذا حمد صار عندك ناقصه شنو قبل حرف يصير عدنان لا الدال عدنان قبل حرف شو يصير شنو قبل حرف نقص اي حرف هو ناقص حرف حتى يصير اسم محمد مين الف يصير احمد احمد اي شو اسعد لك الدنيا بعد خلطك يا علي وخبان قلت لك صار احمد صار احمد عندك اي في أي دولة اشتهر سكانها بزراعة قصب السكر؟ دولة شعارهم صريح أكو هوليوود وأكو غيرها يمثلون أفلام با واحنا نشوفها بس بالأفلام أي قص يعني بيها حرف بعد؟ لا بعد هاي الدولة شنو هي الدولة هاي؟ ساعدنا بوليوود عندهم هوليوود وكبوليوود بوليوود اي شنو اي, أي دوله بوليوود شنو هاي اختبارات هي الهند الهند ها قالوا لك اشرار لا وين اشوف انا اقول لك اشرارك الهند انا سمعت لا والله ما بين اي شيء ام بعدك حروف بعد حروف اه والله كم قدم للنمله وين عندها؟ تخيل هسه ما عندها ها؟ ما عندها خيارات ها؟ خيارات اثنين أربعة ستة 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 صح ذل الكابتن ثلاثة بثلاثة سويت لك اياها سويت لك اياها تليت سامع بالتليت هذا شو هم صار اثنين عندي ألف ما هو الدلوك؟ شنو؟ الدلوك دلوك ايه شنو دلوك وش فاهم دلوك بلوك ها لا حضر هذا ما سامع بي والله هو زوال الشمس نعم قل الدلوك دلكة الشمس يعني زالت ايه اول مره اسمعها السؤال الثامن من سلالة زين العابدين ابن علي اسمه محمد ولقبه يدل على المتوسع بالعلم شو اسم هذا الإمام؟ هو من سلالة زين العابدين أو هو ابن زين العابدين وكان موجود بالطف عمره 4 سنوات اسمه محمد ولقبه أريد لقبه محمد؟ إيه محمد شنو؟ لحظة بس يدل على توسع بالعلم شنو؟ لقبه محمد الباقر محمد الباقر السلام اللي هو باقر العلم يعني اكو توسع بالعلم باقر العلم عليه السلام وعلى آل بيته هسه اخذت كابتن 60% واذا جمعت الاحرف تاخذ 70% تعرف رمز رياضي عراقي اسم مهم قرب لك اياها من هو؟ اسمه احمد احمد راضي احمد راضي 70 الف رحمه على الساحر والنورس ابو هيه ابو هيه احمد راضي الباقي في القلوب الى نجله البطل الله يحفظ ان شاء الله ابن فيصل ويكون على خطى والده وش هو نفس الستايل الكابتن والكاريزما نفس الكاريزما ونفس ان شاء الله له مستقبل يا رب كابتن سامر اخذ 70 بس بعد مساعدتي زين لو عليك تاخذ 10 معلومات انا شوي ضعيفه بيك البركه الله احنا هاي الفقره مو نجيبها انه نختبر الضيفيه لكن هي بيها فائده للمشاهدين ومعلومات عامه ونستمتع يعني اصلا كل البرنامج شيء رائع في دول عمرك انت الاروع ويعني ستايل ولوك جديد خاصه الاستوديو الرائع
شكرا، اتمنى لك التوفيق، تدول عمرك كابتن. انا كلش احبك لان انت طيب القلب واجتماعي. الله يخليك. الله يسلمك. ونقي، وانت وسامر وكل سامح وكل اخواتنا تبلغهم تحياتي، والله يحفظكم يا رب. شكرا، انتم نجومنا اللي نفخر بكم، ولا قناه ايام الرائعه، وان شاء الله يا رب نتمنى لكم موفقيه، وفترة الجاية تكون أحسن إن شاء الله يا رب. الله يحفظك إن شاء الله، تحياتنا إليك. الله يخليك. وشكر موصول لمخرجنا سعد رحيم ومعدنا فهد عباس ومصورنا، وإلى كل الأخوة المشاهدين، نلتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين. باي باي.